تاني محطتنا لليوم نور، يمكن كتير ناس بتسأل عن السن المناسب ايمت الطفل لازم يروح للحضانة. البعض بيقول لحتى الولد يبلش يعرف يحكي صح ويتعامل مع المنظومة الجديدة بحياته اللي هي الحضانة، والبعض بيقول لا مو شرط. طبعا كلها تفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا الاختصاصية بتقويم الكلام وعلاج النطق الأستاذة ولاء الحسن. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباحك، صباح الخير. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي يعني دخول الروضة هي المرحلة قديش مهمة للطفل، وفعليا تختلف الآراء والمدارس. كثير من الأشخاص أو المختصين بيقولوا لك بالعكس إذا دخلتي بعبر مبكر بيكون طفل مندمج في الاجتماعي. في طرف آخر بيقول لك لا، خليه لبعد السنتين بيكون أقوى، بيكون بيعرف يعبر نوعا ما إذا تعرض لشيء مش سليم. طيب هلا بالنسبة اليوم لمرحلة رياض الأطفال، هي من المراحل المهمة كثير بحياة الطفل، يلي هي المرحلة اللي بتكون تأسيس لانتقاله لفعلا لمرحلة التعليم يلي هو بياخد فيها مهارات الكتابة والقراءة. فالمرحلة الأولى هي الطفل اللي بتعرض فيها لأنه تبلش يطور خبراته ومهاراته، تمام، وتبلش تتطور عنده دائرة العلاقات اللي هو والتفاعل الاجتماعي اللي هو بتكون أول شيء من دائرة البيت لنوصل لمرحلة المحيط الأكبر. فصارت مرحلة أساسية اليوم، نحن كل المناهج اليوم عم تعتمد على هاي المرحلة كناحية. أول شيء الطفل بنكتشف قدراته، بنكتشف إمكانياته ومنطور له هاي الإمكانيات. خصوصا اليوم مراحل الروضة بتعتمد اليوم على مناهج مثل مونتسوري وغيرها على كيف الطفل بيلعب وبيتعلم. فأكيد هي مرحلة مهمة قبل ما يبلش الطفل فعلا ليتعلم المهارات الأكاديمية، لأنه هون بمراحل هي اسمها المراحل النمائية، هون تتطور مهارات الطفل كمراحل مثلا مراحل الكتابة، كمراحل حركية. هو في مجموعة مراحل مو بده يمرق فيها مهارات تتطور عنده لحتى يوصل لمرحلة فعلا يكتب، غير مثلا المهارات اللغوية كمان، انه نحن كيف الطفل يصير عنده قدرة للتفاعل والتواصل يعبر وكيف هو يسرد احداث. هي كلها بتصير خلال مرحلة الروضة، وكيف نحن بننمي مهاراته الادراكية والمفاهيم ويصير عنده مخزون لغوي كبير. فاكيد هي مرحلة رياض الاطفال هي مرحلة تأسيسية بتسبق مرحلة الصف الاول، يلي هو اليوم صار صف الاول صف دغري معتمد على المنهج التعليمي يلي فعلا فيه بده يفوت اليوم الطفل يكتب ويقرا. فاذا الطفل معنا مؤسس فهو ما بيمشي بهي الصفوف اللي فيما بعد كمرحله لاحقه. فهي مرحله بينتقل فيها الطفل من مرحله التعليم عن طريق اللعب لمرحله التعليم النظامي. فهون نحن اذا بدنا نحكي عن السن اللي هو اليوم مثل ما حضرتك تفضلتي بتتفاوت الاراء انه امتى انا الطفل. هو السن القانوني احنا بالنسبه لنا نعتمد عليه هو عمر 3 سنوات. ليش 3 سنوات؟ لانه عمر اللغوي بصير الطفل هون بيركب جمله من كلمتين وثلاث كلمات، تمام، حسب هون بيكون في فروق فردية بالأطفال بتطور مهاراتهم. ولكن طفل هون ناطق، طفل بيعبر، بيتواصل، بيعبر عن احتياجاته. فهي المرحلة هون صار هو قادر يكون مندمج ضمن مجموعة من الأطفال بيحسن يعبر عن كل اللي بده إياه، وبالإضافة لتطوير هي المهارات اللي عنده مثل ما قلنا لحتى فيما بعد يكمل مرحلته الدراسية. طيب أستاذة بلاء، في كتير هلأ صرنا عم نشوف روضات بتفتح صفوف بتقلك تحت سن الروضة، تمام، وبيروحوا أطفال عليها. هل خصوصا بيكون يمكن النشاطات أغلبها لعب؟ لعب، تمام، تعلم عن طريق اللعب. هل هذا الشيء بيساعد على بداية لغة صحيحة، ولا أنت من خليني أقول من الجهة العلمية بتعتبري أنه هذا الشيء لا غلط؟ طبعا هلا اليوم لما عم نشوف هيك روضات، هي مهمه لمين؟ للاشخاص اللي مثلا معناته موظفين عاملين، هن بحاجه هيك روضات وهذا ما هو غلط، تمام. بس نحن لما ببلش الطفل فعلا بيطلع بنشوف كثير اليوم اطفال هن بالاساس من الصغر هن متواصلين مع محيط دائم بيشوفوا كثير اشخاص، فعلا لقينا هي بيئه بنسميها البيئه الغنيه من اللغه ومن المهارات. فهو بنلاقي الطفل كثير منيح كمهارات، وبنشوف انه هو معناه خصوصا انه بيكون في مع اختصاصيين، يعني معناه لوحده. اليوم الروضات طبعا هي كلها طبعا بتمدي على اشخاص هن دارسين علم نفس نمو الطفل، وهي بيحتاج طبعا اشخاص متخصصين بالتعامل، وهي مرحله حساسه. اليوم مو اي شخص بيحسن يتعامل مع هي المرحله العمر الصغير، وهي مرحله صعبه، تمام. فهن لما بيكون في مجموعه عم تتعامل معه كثير مفيده له. هلا نحن اذا بنحكي عن تطور المهارات، هي اجباري تتطور المهارات بمرحله الروضه. بس في دائما غلط، نحن بنشوف الولد اللي متاخر بالكلام او اللي عنده ضعف باللغه فانه بيعتبروا انه الروضه هي الحل والعلاج.
هذا ما هو غلط إذا كان الطفل بيملك الكلام وبيملك مهارات التواصل، فعلا منلاقي الروضة ممكن تساعده وتطور ومنشوفه أنه هو الحل المناسب. بس اللي عم يصير الغلط أنه إذا الطفل هو بالأساس عنده مشاكل على مستوى الكلام وعنده مشاكل تانية هنا ما بتكتشف إلا بهي المرحلة، فبيفكروا أنه الحل الأول يمكن الروضة بتساهم بكشف أبكر نوعا ما، لأنه الأم بتكون غافلة عن بعض التفاصيل. ليش نحن نركز اليوم أن مرحلة رياض الأطفال هي المرحلة الجوهرية اللي بيبين الطفل إذا عنده مشاكل ولا لا، لأنه هي مرحلة التطور النمائي عند الطفل قبل ما نفوت بالمراحل الثانية التعليمية والأكاديمية. هي المرحلة بيبين عن الطفل إذا تأخر بالكلام، إذا الطفل متأخر مثلا بمهارات التواصل، إذا الطفل متأخر من الناحية الحركية حتى من الناحية الإدراكية. مرحلة الروضة بتكشف من سيد ذكاء الطفل، نشوف إذا قديش هو، خصوصا مع نحن عم نقارنه مع أقرانه من نفس العمر، قديش هو متأخر بالمهارات. فبس الفكرة اليوم إن إحنا ما دائما نقول إنه مثلا الروضة ممكن تكون هي علاج اللي عنده مشاكل بالكلام، وإن إذا حطيته للطفل بالروضة بيتحسن. في حالات بتتحسن ولكن إلى شروط. إذا الطفل عنده مهارات التواصل، إذا المدرسة هي بيئة فعلا بيئة غنية بالكلام وباللغة وفي تخصصيين ممكن يساعدوا هذا الطفل تمام، فهذا فعلا بيتطور. مثل ما قلنا إنه بده يكون عنده مهارات تواصل وعنده كلمة أولى وعنده كلمة بيعبر فيها ومخزون لغوي، هدول فينا نقول إنه الروضة بتساعدهم ونشوف إمكانياتهم عم تعلى من المهارات اللغوية. أما الأطفال اللي هن بالأساس ممكن ما يكونوا ناطقين فالروضة هي ما حتفيدهم. الأطفال اللي هن عندهم مشاكل بالتواصل فهدول ما رح تفيدهم. الأطفال اللي عندهم تأخر على مستوى ناحية التأخر العقلي هدول ما بتفيدهم. تمام، هون نحن بشو نكون عم نعمل؟ عم نضيع وقت، لأنه نحن المرحلة الذهبية هي لعمر الخمس سنوات. نحن ضيعنا وقت بالروضة مفكرين إنه الطفل حيحكي، بس نحن روحنا من عمره. كان هن ممكن يلجأوا لأساليب تانية بالتربية الخاصة وبجلسات علاج الكلام واللغة، هن كانوا بيستفيد منه الطفل أكثر. فدائما نحن نحط ببالنا إنه في شروط لدخول الروضة إذا نحن بدنا نطور مهارات الطفل. الطفل اللي متأخر لغوياً ممكن يستفيد إذا عنده كلام بس ما عم يستخدم الجملة، هذا بيستفيد من مرحلة رياض الأطفال. أكيد بدنا نشكرك ولاء الحسن اختصاصي في علاج وتقويم الكلام والنطق، شكراً لوجودك معنا. شكراً لكم، شكراً استضافتكم. شكراً لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها.